مرحبا مواليد برج العذراء، معكم كارمن شماس. كيف بده يكون الاسبوع من الاثنين 18 للاحد 24 اكتوبر؟ شو في عنا في هذا الاسبوع؟ بهيدا الاسبوع في عنا الشمس عم تنتقل من برج الميزان لبرج العقرب، عم بتساعدكم، يعني في حركه قويه عم بتصير، سواء القمر سواء شمس ببرج الميزان او شمس ببرج العقرب. من الميلتين انتم مرتاحين، من الميلتين انتم اقوياء، من الميلتين انتم عم تتحسنوا بشكل هائل. بهذا الأسبوع في عنا فول مون قمر مكتمل في برج الحمل، وذلك يوم الأربعاء، ويوم السبت 23 الشمس تنتقل إلى من برج الميزان لبرج العقرب، تحديدا لكم الساعة 8 صباحا توقيت بيروت. بالنسبة لمواليد برج العذراء، كل شيء اسمه عقرب، يعني القمر برج العقرب، الشمس برج العقرب، هيدي مسألة جيدة ما تخافوا منها، لأنه صحيح هو برج مائي، لكن بالنسبة لكم بيساعدكم جدا. على كل، خلونا نشوف شو في تأثيرات. التنين الثلاثة والأربعة، القمر بيكون ببرج الحمل ابتداء من التنين 1 الظهر توقيت بيروت حتى الأربعة 11 المساء توقيت بيروت. وجود القمر في برج الحمل بهذه الفترة، هي بالفترة اللي ذكرتها، هي فترة بالنسبة لكم لتخليص معاملات، للانتهاء من معاكسة، للانتهاء من مضايقة لكم أو من عقدة معينة. التنين صباحا من الصبح حتى الساعة 1 الظهر توقيت بيروت، القمر برج الحوت، يعني معقول تحسوا ببعض ذيول مشكل أو تطور ما كتير على ذوقكم حصل بالويك إند اللي مرق. فإذا بتخلوا هالشي على جنب بتشوفوا إنه ماشي الحال وما في مشاكل. الأربعاء الساعة 11 المساء توقيت بيروت، القمر لوين بيروح؟ لبرج الثور. الثور شو هو؟ الثور هو برج ترابي. مين برج ترابي آخر؟ برج العذراء أنتم، معناتها بيوصل القمر إلى برج صديق لإلكم، بيستمر بهذه الصداقة الحلوة، بهالزيارة الحلوة، حتى كل الخميس، كل الجمعة والسبت، حتى الساعة 11 صباحا توقيت بيروت. هيدي الفترة هي أنا برأيي هي الأفضل، هي الأقوى، وهي اللي بتحمل فرصة حظ، فما تضايقوها. سائبة بنص الجمعة كتير منيح، اللي عنده شغل، اللي عنده زيارات، اللي عنده مقابلات، اللي عنده لقاءات مهمة، أي شيء مهم يطلبوا أو يشتغل عليه هذه الفترة، فحاولوا أنكم تستفيدوا منها للآخر، ما تستحوا. السبت الساعة 11 صباحا توقيت بيروت، القمر بيروح بيترك البرج الترابي، بيروح لبرج الجوزاء. هون الشمس بتكون دخلت وصارت ببرج العقرب اللي هو صديق لكم. اوكي، برج الجوزاء منه كتير صديق لكم، بيبقى كمان كل يوم الاحد. فالشمس بشكل عام رح تسهل وتسرع اعمالكم، لكن القمر برج الجوزاء بيقلكم اوكي انتبهوا، صحيح انتو الشمس دعمتكم، لكن انتبهوا انا هون ناطركم، انا بالمرصاد، في عندكم كم شغلة بدكم تشتغلوها بدكم تخلصوها، لانه هيك الاصول يكون. فكأنه في رقيب، وكأنه في شخص او حدا ناطر انه شغلكم يكون مزبوط، وعم بيراقب نوعية ادائكم فقط لا غير. لكن الشمس برج العقرب تأثيرها ممتاز. اذا مثل ما شفتوا نوعية الوقت كتير مهمة تعرفوها لحتى انتو تعرفوا تختاروا. كل شخص عنده نوعية شغل معينة، حسب انا ما شرحت لكم اياها، انتم بتقدروا تعرفوا اي الوقت الافضل لكم. كلكم محظوظين بشكل خاص 5 6 7 17 18 سبتمبر. بتمنى لكم اسبوع حلو، نلتقي مع الابراج اليوميه والشهريه. باي باي.